أترونه هو معركة عنيفة بين مقاتلة F-16 يقودها تيار بشري ونسخة تجريبية من المقاتلة ذاتها يقودها الذكاء الاصطناعي؟ منورات واشتباكات قريبة المدى بسرعات تصل إلى 1200 ميل في الساعة مع مسافات قريبة من 2000 قدم، معركة أعلنت القوات الجوية الأمريكية نجاحها في الحصول على المراد منها، لكنها لم تعلن نتيجة الاشتباك. في قاعدة إدواردز الجوية بكاليفورنيا أجريت عمليات محاكاة مكثفة واختبارات صارمة في النسخة التجريبية F-16 قبل المعركة التي أجريت كجزء من تطوير القتال الجوي مع الالتزام ببروتوكولات السلامة الصارمة التي تفرضها القوات الجوية. الحروب الحالية أتاحت الفرصة للجيوش لاستخدام هذه التقنيات في مسارح عمليات أوسع، وبينما تؤكد هذه التطورات التقدم السريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فإنها تثير أيضاً أسئلة ذات الصلة فيما يتعلق بالآثار الأخلاقية والاستراتيجية لتطبيقاتها العسكرية. فعلى غرار البارود والقنبلة النووية، يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على إحداث ثورة في الحروب. عسكرة الذكاء الاصطناعي لها آثار خطيرة على الأمن العالمي، بما في ذلك تطوير ونشر أنظمة الأسلحة الفتاكة التي يمكن أن تعمل من دون تدخل بشري. فالأسلحة التقليدية التدميرية أصبحت أكثر ذكاءً بواسطة الذكاء الاصطناعي. فهل يمكن أن يؤدي نجاح هذه التجربة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات القتالية؟